عايزين نعمل ري حديث لبقيه كل الزراعه بتاعتنا. ليه؟ عشان نوفر كل نقطه ميه. طب بنوفرها ليه؟ بنوفرها لان احنا حجم الزياده السكانيه بتاعتنا اللي موجود هيتطلب ميه. بنعالج ده، بنعالج الميه المطلوبه خلال ال 20 30 سنه اللي جايين لغايه 2037. انا هقول رقم ممكن تحفظوه، هقول رقم ممكن تحفظوه. حجم الاستثمارات اللي هتتعمل في هذا المجال طالعه فوق، داخله على ال تريليون جنيه، تريليون جنيه، 1000 مليار جنيه حتى 2037. الموضوع بالنسبه لنا، انا بقوله وبكتر فيه في الكلام رغم ان احنا بنفتتح حاجه جميله ونبقى فرحانين، لا، الدوله واخده بالها، واخده بالها من بدري، بدري قوي. بتتعمل اجراءات في محطات معالجه ومحطات تحليه وشغل بيتعمل يتعرض عليكم، بس يمكن الناس ما بتاخدش بالها قوي منه الا لما الا يعني، او مش منتبه ان هو بيتعمل في سياق خطه كامله استراتيجيه للدوله عشان تحسن من جوده الميه، تقلل من حجم الفائد اللي موجود، تعيد استخدام الميه اكتر من مره، زي اكتر يعني. احنا النهارده دلوقتي مصر بتعتبر من الدول الاكثر اداره لاستخدام الميه نتيجه ايه؟ محطات المعالجه اللي بنعملها، اللي هي المعالجه المتطوره اللي بتاخد الميه وتحولها الى ترجعها يعني ميه ممكن يتم استخدامها حتى في الزراعه. يعني طبيعي الناس، مش كتير من الناس يعني، يعرف موضوع ان احنا بنعمل خطه استراتيجيه زي ما سياده الرئيس قال، واخد الرقم الكبير ده كله في تبطين الترع، في معالجه المياه، امور بعيده عن يوم المواطن المصري. بس مهم ان احنا نسمع هذا الكلام ونشوف هذه الارقام عشان نعرف حجم الانتاج اللي احنا عملناه.